تضررت أكثر من 16,000 أسرة نازحة من سيول الأمطار التي اجتاحت مخيمات النازحين في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن. ونشدت الوحدة التنفيذية منظمات الأمم المتحدة وشركاء الإنسانيين إلى حشد الدعم والتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر من النازحين المتضررين وتوفير المأوى والإيواء والغذاء والمياه وتوفير مأوى انتقالي مستدام يصمد أمام الكوارث.